هي المدرسة منطقة دوار تيمكيتشت منطقة إغنان، الجماعة ديالها أفلي غير، القيادة أفلي غير، دائرة تفراوس عملت تيزنس. موسم سيد أحمد محمد موسم سيد أحمد محمد تيمكيتشتي سيكون في ربيع السابع ربيع من ربيع الأول في كل سنة، هو موسم ديني، موسم ديني لإحياء للتواصل وإحياء بين القبائل وإحياء ونشر السنة المحمدية في هذا المقام، سيكون فيه المدح النبوي الشريف في كل سنة تحيي ديك هذه الليلة الإحياء وهذا اليوم تتقسم بالدعاء بحال هذا اليوم اللي حنا دابا راه الدعاء راه تتقسم. فيها 3 ايام تيبدا في اليوم سيب نقولوا 3 ايام لقينا حنا تيبدا حتى 15 يوم، المهم 3 ايام، المهم اللي تيبدا ربيع الاول فاتح ربيع الاول راه تيبدا الموسم، تيوجدوا الموسم، تيبدا في النهار 5 6 وتيكمل في 7. تيجيو تيستقبلوهم الشرفة، هادوك اللي تيجيو عند الزاوية راه تيمشيو للزاوية، دوك القبائل اللي تتستقبلوهم للزاوية
وهذوك اللي تيجيو عند راه وكلشي تيتلاحموا على المدرسه تيجيو باش يزوروا عند الطلبه ويزوروا في الزاويه ويزوروا ويجيبوا الزيارات ديالهم كموسم حتى كما يسمى موسم تيجمعوا فيه الطلبه داكشي باش تيعيشوا باش تينفقوا على رؤوسهم العام ديال العام كامل المؤونه ديالهم. الناس تيجيو المحسنين تيجي الاعشار ديالهم الى غير ذلك. ايوا هذا هو سميتو فاش تيغتنموا مساكن ديك الفرصه فاش تيجمعوا ديك البركه باش تياكلوا على مر السنه. الذبائح هادو كل قبيله تجيب الذبيحه ديالها تذبحها تما وتدعيو مع الناس سميتو والذبيحه تتمشي للزاويه باش تكون هي اللي باش تيتكرموا دوك الناس الزوار اللي تيجيو حيت هاد الناس مضيافين الشرفاء مضيافين تيكرموا الناس تيتكلفوا بديك سميتو ديال سميتو حتى يمشيو الناس باش تذبح داك الشو تيمشي للزاويه تيتوزع شي تيمشي عند الشرفة اللي تيجيو عندهم الضياف كذلك تيضيفوا حتى هما والزاويه هذوك الضياف ديالها وتيجي واحد القسط ديالو حتى المدرسه باش حتى الطلبه حتى هما هذيك هي هذيك الذبيحه هذاك هو الاساس ديالها. المذهب المالكي هو المشهور في هذه المنطقه في هذه المدرسه هي علاش هي تكونات وهي علاش تسميتها يعني المذهب المالكي معناتها حتى كيف هي الزوايا هي تستقبل واحد العدد ديال الزوايا هي تستقبلهم هنايا ولكن لما سميتو الطريقه اللي عندها هي الطريقه الناصريه تيمكيروت لانها هي ام المدرسه تيمكيروت هي الام هذه هي والدها نقولوا بحال الا قلنا سميتو ديال تيمكيروت. وزقيت الورزازات الى الحوز الى القبائل ديال هنا ديال سوسكام القبائل يتباع مران قبائل ولد قبائل هنا قبائل السملاليه قبائل يعني اسافن تارودانت يعني حتى لان عندها زوايا اخرى متفرعه في سوس مشتته في سوس وفي الحوز زوايا في الحوز مدارس اللي تفرعات من هذه المنطقه كل هذوك تعطى لهم العهد باش يجيو يصلوا صله الرحم في هذا هي بعد تيمكيروت اللي هي جات في منطقه الام ديالها تيمكيروت اللي جات في منطقه زاكوره
زابوره. اي زابوره، هي منطقه زابوره مشهوره. هذه المدرسه الثانيه حتى في القدم. في القدم هي هي هذه من مستنبطه من تيمكيروت، نقولوا بحال الا قلنا الام ديالها هي تيمكيروت. هي حتى الطريقه النصيريه اللي راهم تابعه لان الناصريين هما اللي في تيمكيروت، سيدي محمد سيدي محمد بن سيدي محمد بن ناصر وسيدي علي بن ناصر، هذو التيمكيروتيين. الطريق الاول هو سيدي احمد بن محمد في القبه، داخل القبه سيدي احمد بن محمد الميموني هو المؤسس الاول للمدرسه. اذا الضريح ديال المؤسس ديال المدرسه. امامه في القبله سيدي الحسن بن محمد ولده القطب، كذلك القطب الكامل هما اللي في القبه دابا، وسيدي محمد والهاشم. هذا كله من المنطقه؟ كل ولاد هذا سيدي الحسن احمد وسيدي محمد والهاشم هما اللي تيتواجدوا دابا في القبه حاليا، الاخرين راه كاينين في مناطق اخرى، كل واحد فين تدفن، لانهما كثار سيدي احمد ومحمد سيدي الحسن احمد سيدي الحنفي سيدي الهاشم سيدي محمد والهاشم سيدي ناصر. لا سيدي محمد والهاشم هادو فين تختموا، حتى سيدي ناصر هو راه هو كفقيه في ديك الزمان ديال سيدي احمد ومحمد سيدي محمد والهاشم. على ذكر ملي ذكرتو من الشيوخ اللي قراو هنايا، من الشيوخ اللي كاينين الشيوخ اللي قراو هنايا ماشي من الشرفاء، الشرفاء هم سيدي احمد ومحمد سيدي الحسن سيدي الحسن احمد سيدي الحنفي سيدي الهاشم سيدي الحنفي، هادو هما سيدي محمد والهاشم، هادو هما الشيوخ اللي كانوا ديال الشرفاء ولاد سيدي احمد ومحمد، كانوا هنا في المدرسة واللي تدفنوا هنايا ثلاثة، سيدي احمد ومحمد وسيدي الحسن احمد وسيدي محمد والهاشم، باطل الله فاطمة اللي كانت هي الرئيسة ديال الزاوية والرئيسة ديال المدرسة، الله يرحمها البنية ديالها اللي بقات عليها. نتواجد الآن أمام ضريح الشيخ الولي القطب أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم الميموني الحسني، وهذا الضريح الذي بني يعني جدد بناؤه سنة 1929، هذا التاريخ الذي جدد فيه هذه القبة، وقبلها كانت قبة في هذا المكان من إنشاء ابنه يعني القطب الآخر أبي علي الحسن بن أحمد تيمكيروتي، وهذه الزاوية كما تعرفون، وهذه المدرسة العتيقة التي تخرج منها كثير من الفطاحل، نشرت إشعاعها على القطر السوسي وكذلك على قطر الغرب وكذلك على قطر الحوز، وأنشأت عدة وتخرجت من صلبها عدة مدارس، وكما هو معلوم لأن كل يعني ولي من أولياء الله تعالى لابد أن يقوم له موسم، فقد اختار هذا الشيخ أن يتواجد موسمه في التاريخ يعني في الأسبوع في اليوم السابع من شهر ربيع الأول في كل سنة، وهذا الموسم كما تعلمون يعني تأتيه الوفود والقبائل من كل مناطق المغرب، وهو موسم تجاري وموسم ديني، موسم ديني بالدرجة الأولى ثم موسم تجاري بالدرجة الثانية، وكما تلاحظون في أن ليلة السابع من ربيع الأول يعني تتلى المداح النبوية كالبردة والهمزية ومؤلف للشيخ تحفة اللبيب وكذلك القصيدة المضارية ثم الدعاء ثم قصائد الشعرية التي يعني ينشئها طلبة هذا المقام، وكما تعرفون هذا المقام معروف بكراماته ومعروف يعني بتجلياته وبنفاحته الروحانية التي تنشر إشعاعها على القطر السوسي كافة، لأن كل القبائل تتوافد إلى هنا
مكونة في نفسها يعني شيئا غير مرئي يربطها بهذا المقام الذي نتواجد أمامه الآن. وكثير مما يقال حول هذا المقام، ولكن اختصرنا هذا في نبذة موجزة حول هذا المقام الميموني المبارك. وفي هذا المقام يقول ابنه القطب الشيخ أبي الحسن أبي علي الحسن بن أحمد تيمقدرسي: هذا المقام الذي لا شك زائره يحظى بحاجته بالسعد والمناني. هذا المقام الذي لا شك زائره يحظى بحاجته بالسعد والمناني. وتوفي الشيخ سنة 1274 ميلادية، وخلفه على الزاوية ابنه الشيخ أبو علي الحسن بن أحمد. وقد قال في موته بالرمز: بعام 11 شمس العلم شمس الأفق قد كسفت لكسف شمس العلوم دوحة الزمن. بعام 11 شمس الأفق قد كسفت لكسف دوحة لكسف شمس العلوم دوحة الزمن. وعام 11 بحساب الجمال هو 1274 هجرية. رحم الله هذا الشيخ واسكنه وفسح جنانه وألحقنا به مؤمنين سالمين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوائجنا وحوائجكم، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سنه، آمين. اللهم تقبل زيارتنا وتقبل امدحنا يرحم، آمين. اللهم ارزقنا شفاعة رسول الله. أول مسكن كنت فيه أنا فاش بديت هو هذا. هذا لتحت. ويتناولون العشاء هناك. كان هذا مطبخ المدرسة. هذا هو المطبخ. هذا هو المطبخ. كانوا يعني كان هذا المطبخ كانوا يطبخون فيه الغداء العشاء فقط، لأن الغداء كان يأتي من الزاوية وهنا كانوا يطبخون العشاء. ودخل معي هنا في هذا المكان الذي نقف فيه الآن كانت تدرس جميع جل العلوم، بما في ذلك العلوم النحوية وكذلك العلوم الفقهية وكذلك العلوم الحسابية ولا اللغة ولا البيان ولا البديع، كل ما يتعلق بالدروس التي كانت تدرس في مدرسة عتيقة آنذاك كانت تدرس في هذه القاعة. وهذه بيت المعيشة، أي بيت البيت يعني المخزن الذي تتواجد فيه مؤونة الطلبة من سكر وأتاي وزيت وما إلى ذلك. وهناك كان الزيت الذي كان تضيء به القناديل، لأن الطلبة قديما كانوا يدرسون على ضوء القناديل، وكان يعني يتناولون مفتاح هذا المخزن بالتناول. كل 15 يوما تنتقل من يد إلى يد تحت مسمى المقدم. هذا المكان الذي نقف فيه الآن يسمى تسوكتو يديد. وهذا المكان كان خاصا بالمسائل بالفكاهة والمسامرات التي تكون بين الطلبة التي لا تدخل في نطاق الدرس. يعني هذه المناسبة سنحاول أن نوجه نداء إلى كل فعاليات في المنطقة وكذلك إلى وزارة الثقافة لينظروا إلى الحال التي وصلت عليها المعلمة، ونرجو منهم أن يقوموا بإصلاحها أو ترميمها أو شبه ذلك وما إلى ذلك لتبدو على صورتها الأصلية، لأنها كنز ثمين لا يقدر بثمن. المدرسة لسان حالها ينطق بي، لسان حالها أفصح من لسان المقال. تبارك الله عليكم، شكرا جزيلا.